السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام في فيديو جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا، دعما لنا على تقديم الأفضل إن شاء الله. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتحدث عن أحد التطبيقات الربحية. هذا التطبيق، أنت أول مرة عندما تقوم ب فتح التطبيق سوف تتسجل فيه عن طريق البريد الإلكتروني. هذه هي واجهة التطبيق. سوف نتحدث عن طرق الربح منه. نتحدث عن أبرز طريقة، وهي يعني الحصول على تيكيت، أو هذه التيكيت نحصل عليها عندما نقوم بمشاهدة إعلان ثم نلعب سبين بهذا الشكل. سوف نشاهد الإعلان، نشاهد إعلان، بعدما نقوم بمشاهدة الإعلان إخواني الكرام يعني أنت تحصل على تذاكر أو تيكت. هذه التذاكر تدخل فيها أرقام، والتطبيق بعد كل 15 دقيقة يقوم بفرز هذه التذاكر. إذا كان رقم أو إذا كان الأرقام التي اخترتها أنت ضمن تلك الأرقام سوف تحصل على مبلغ مالي معين. حصلنا على 2 تيكت أو تذكرتين، سوف أقوم بملئهم بشكل عشوائي بهذا الشكل، وبعدها ننتظر لمدة 15 دقيقة حتى يقوم التطبيق بفرز السحب، وننتظر إذا سوف نفوز أم لا. أنا حاليا لدي حوالي 10 دولار. هذه هي الطريقة الثانية، وهي طريقة دعوة الأصدقاء. يعني الطريقة ليس جيدة، يعني أنت تحصل على 10% من الأرباح التي يربحها الصديق أو الذي قمت بدعوته. هكذا تقوم بمشاركة الرابط الخاص بك مع الأصدقاء. أنا سوف أضع الرابط أسفل الفيديو إذا أردت أن تتسجل بالرابط فمرحبا، فإذا لم تريد فذلك من اختيارك. هنا عندما نقوم بالسحب عفوا تضغط على كاش اوت. انا لم اصل الى الحد الادنى للسحب وهو 15 دولار، انا قريب نوعا ما. يقول لك الحد الادنى للسحب هو 15 دولار، وهذه الهيستوريك الخاصة بالأرباح التي ربحتها أو تاريخ الأرباح بهذا الشكل. يعني شاهدت العديد من إثباتات السحب من هذا التطبيق، والجميع يتكلم عن مصداقية هذا التطبيق. أنا شخصيا لم أسحب منه، فقط أردت مشاركته معكم لمن يهمه الأمر. عندما ذهبنا إلى يعني إلى تقييم التطبيق سوف نجد أنه يعني حصل على تقييم لا بأس به بهذا الشكل، وهذا كل شيء. أتمنى أن يكون الشرح قد نال إعجابكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.